مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج دي زد مود على قناتكم جيل دي زد، البرنامج الثقافي والترفيهي اللي يطلع عليكم طيلة أيام الأسبوع، نطرح فيه أسئلة ومواضيع مختلفة. في الفقرة الأولى من برنامج اليوم رانا رايحين نسألوا المواطنين على رأيهم في ظاهرة الخلع المنتشرة مؤخرا. في الفقرة الثانية من البرنامج عدنا سؤال ثقافة عامة، وفي الفقرة الثالثة كما العادة الغاز. ما نطولش عليكم بزاف، نقول لكم يلا نبدأ أول فقرة من البرنامج. السلام عليكم. السلام ورحمة وبركة. ألوغ موضوعنا لنهار اليوم هو ظاهرة الخلع اللي راهي منتشرة مؤخرا، يعني الزوجة هي اللي تطلب طلاق من راجلها، ما رأيك فيها ولا أنت مع أم ضد هذا الظاهرة؟ في هذا الباب تاع الخلع، المرأة كما قالوا عطاوها حرية بزيادة، حرية فاقتة كما قالوا حرية اللي مدها رب العالمين سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم، فاقت كما قالوا الأمور هذه، باسكو خلطوا الحرية تاع كما قالوا تاع القرآن مع تاع كما نقولوا المسيح وما شبه ذلك، فهمت؟ لا إله إلا محمد رسول الله. الخلع هذا كما نقولوا احنا موش من شيعة المسلمات بصفة عامة، المسلمة المؤمنة كما نقولوا بصفة عامة والمسلمة بصفة خاصة ما تطلبش الخلع الا عندها ضرر كيما نقولوا احنا، ضرر من الراجل، خطر عليه البنيه دركا يطلبوا الخلع. الضرر منين يجي؟ المراه ما تخيرش الراجل. شوفوا بعينيكم راكم في الشوارع مثلا وتلاحظوا تلقى الطفله كيما نقولوا واحد يضرب لها تبيشه تحفيفه تاع المراه منيكشات كذا ويهفها بكلام تذوب، فهمتي؟ تغرق كيما نقولوا معاه. لو مومو كيما نقولوا لداها انكوري لداها نقولوا هذه لداها يسمى راهو عاهد عنده، وانما من بعد ربما تكون عنده رجوله يحوش يتحكم في المراه، يحوش يتحكم فيها تقول له لا، تقول له انا كيما قالوا كيما عرف كيف عرفتني انا اسمحوا لي عفوا، تقول له انا ما نتمشاش معك في الطريقه هذه، لا نعيشوا كيما تفهمنا كيما كنا زين وما بارك، لا ما كانش السلام عليكم. يضغط عليها حتى تولي هي تولي تطلب هي الخلعه، فهمتي؟ ولو تخسر كما نقولوا حنا امور تسلف اهلها يسلكوها، البنات ما يعرفوش يخيروا درك الراجل المناسب كما نقولوا حنا. الراجل كما يقولوا يقول لك زواج ليله تخمم له عام، العام هذا واش تخمم له كما نقولوا في برامج الحياه كامله، واش يصرى واش من امور اللي تحدث يعني في بعد الزواج، الى تتحمل ولا ما تتحملش، الى في هذا الباب يعني اللي الخلع اكثر، الخلع راهو اكثر بالبزاف، وهذه هي واش نقول لكم انا، وربي يجعل خير. رايي انا الخلع هذا ما كانش منه نورمالمون، خلوها كيما كانت بكري. بكري كانت الطلاق نورمال، دوكا ولاو يتزوجوا كيديروا الدار والدراري يطلقوا الراجل اللي حاوزوه بالدراهم، باسكو علاه يروحوا يدبروا دراهم دروات اكوش ويخلصوا ويحاوزوه، وتولي دير لافي تاعها وحدها. سي بو سا اللي كثر الطلاق. ترد لها قلت له المشاكل شو دار سرعه؟ دار سرعه تروح ليها تقعد مع مرة غير بهذه المشاكل هذه. هكذا يا اخي هكذا انا نهضروا كلير واش كاين؟ الور ماذا بهم ينحوا هذا الخلع هذا يردوها كما كانت بكري. داكور حقيقة بالك المرأة تكون عندها دراري وكذا ما كاش وين تروح تدي الدار على جال الدراري، بصح يعني ما ترميش الراجل كاريمون برا. حياته كاع خدمة معاهم بعد ترميه برا يروح على الطريق. يولي فاكابون يولي كروشاري يولي كريمينال. إيه يروح له الدراري راحوا لولاده راحت له الدار واش يولي؟ يولي كريمينال. هكذا لا انسان يرقع هذا الخلع هذا يديروا ينطر سوليسيون عفسه هذه تكون كما كان تاع بكري نورمال، هذا يخاف من هذا تولي دعوه تتسقم او دوك الخلع هذا راجل تخلص عليك تروح تسمى هذه وراهي منتشره بزاف. ايه بزاف قلت لك دار الشرعه معمره بهم، ما يروح دار الشرعه تاع الجيري ماشي الجزائر، الجيري معمره غير بهذا الطلاق هذايا بالخلع. انا عندي درهم نطلقك باسكو لا كوني نوتر اوم كي لا دلارجون يتمسخر بها وكذا ومن يطلع درهم ويلعب بها هذا يلعب بهذا صاكوني نحوها تحبس هاد لافير. وتشوف انه اذا نفترضوا تطلب بالامر واش راه يعني ولا تطلب بالامر المراه هذه اضطرت باش تطلب بالطلاق عندها لازم دير حوايج اللي يبروفي وباش يتطلقوا ماشي غير على والو ماشي على والو. لازم قعدت تقول طلق على ما جبتليش اللحم نطلق على ما جبتليش هذه نا يديروا حوايج صح يعني بلي بروف كذا فيها الهضره. هضره رجع عندك تلاقى شحال 10 ملايين تربح نا شي هكذا.
الدراري توجو هما اللي هما الضحايا. هما مساكن اللي ينكسيو كلش. يولوا يتامى. هما حيين هما يتامى. الظاهرة الجديدة في مجتمعنا والسبب تاعها هو المالياج. لي مالياج كون ابيل لي مالياج دافير. خاطر ما يتزوجوش على حب وعلى الحنان وعلى بناء على ثقافة بناء أسرة على أسس قوية. سي دي مالياج دافير سواء المرأة ولا رجلة يشوف المنفعة تاعها. ما كانش منفعة سواء هو ولا هي، واحد يخلع على الاخر، هذا هو البروبليم. يعني تشوف المشكل هو من الخطوة الأولى. من الخطوة الأولى، إذا كان زواج مبني على أسس وقواعد صحيحة يدوم أعوام وأعوام وأعوام، إذا كان مبني على المنفعة يفشل، يجي نهار يروح. ويعني واذا تطلب الامر والمراه هذه انضرت، اسكو انت مع انها تطلب بالخلع؟ ابغض حلال عند الله الطلاق، سيرتو كي تكون مراه ولا راجل عنده دراري، هما اللي يخلصوا مساكن. دونك الانسان هما الضحية، لازم دابور يخموا في الاولاد تاعهم. علاش ما يكونش هناك الصلح خير؟ ربي سبحانه وقال الصلح خير. اخويا فيها مشكل، ما كاش مشكل ما عندوش حل. واش هي؟ لازم تدخل الناس اللي يخافوا ربي، الناس اللي يعرفوا الحق، الناس اللي يقوموا بالعدل. هذا هو. ربي يصلح الاحوال ان شاء الله. وان شاء الله يعني كامل الناس كل واحد ربي يسهل له. هذا الموضوع بالنسبة لي اسم المرأة تطلب بالطلاق ماشي راجل، وراجل ما يحبش المرأة كي تطلق، وهي راهي كونتر عليه، وقانونيا الحقوق يمدوا بزاف بالكتاب المرأة. هذه حاجة لي مشكل فيها. أنت مع ولا ضد؟ أنت نورمال يعني تقدري تلقي راجلك عادي، أنت اللي تطلبي. بصح لا غالب الظروف، المرأة راجل يهبلها ماهوش مسكين في بيها، شنو هما تطلب عياد لا سوفرونس. عندها الظروف، هي تانيك عندها الحق المراه، تربيه الاولاد ماهوش قايم بها، باش مصاريف كلش، على بال ما دومود الخلع. يعني كي تشوفيها كي يطلب بالامر عادي، انت ما عادي نورمال حاجه طبيعيه موندونتي كاع العالم كاع. وما تشوفيش انه راهي خطر على المجتمع باسكو انتشرت بزاف؟ ايه خطر، هذا هو المسعف، خطر جدا جدا، وراجل يولي يخاف من المراه بزاف. وتانيك الحقوق، انا نعرف ما كتلك الراجل يعطيها الحقوق، النفقه هادو اكسيتيغا، وتانيك ينحي لها دراري ما تشوفهمش ظروف بزاف، وتانيك التربيه تاع الاطفال ما يكونوش ملاح بعد على والديهم يقراوش، باش قد يتلكوا هكذاك واحد يشوف العقوبه تانيك. اه هو في الشرق وهي في الغرب، وتانيك يحبوا يشوفوا دراري في مناسبات. يعني توجور دراري هما اللي يخلصوها؟ اه تيك دراري يخلصوها. هذه في قانون الأسرة اللي خرجت ظاهرة الخلع هذه، ونشتا من بين أسباب نتاعها هي عمل المرأة اللي تعمل، ولقاو عطاوها واحد القوانين شغل في الجزائر حست روحها بلي محقورة، وهي ماهيش محقورة في الجانب الدين الإسلامي، عطاها جميع حقوق تاعها من صغيرها إلى كبيرها. ألوغ سؤالي وثقافة عامة، ما هو شكل مجرة درب التبانة؟ وشنو؟ مجرة درب التبانة. ما فهمتش أنا. درب التبانة يعني المجرة تاع درب التبانة اللي تجمع الشمس، القمر، الكواكب، عندها شكل في الفضاء. والله ما على بالي، هذا السؤال هضرهم لي بالرومية بالك نفهمها. أنا العربية ما فهمش. معليش غير بالعقل. حنايا يعني في الفضاء الأرض والشمس مجموعين كامل في الفضاء. الشكل تاعهم كيفاش يبان على برا؟ يبان على برا ما عنده حتى بيان. فورمو ما عنده حتى بيان. هي مخلطة الحالة. هو شكل حلزوني. نعم. حلزوني. كي نشوفوهم هكا في الصور من الفضاء يجي كيما شكل حلزوني تاع الحلزون ليسكارغو. كوا؟ كيما ليسكارغو شكل تاعهم حلزوني. هكذاك.
ما نقدرش نجاوبك في هذا السؤال. ضرب التبانه كيما نقولوا عندها شغل، كيما نقولوا حنا بالعاميه تاعنا عندها شغل جغرافيه. عندها شكل اللي هو الشكل نتاعها كيما نقولوا حنا هو كيما نقولوا سحاب، ورب العالمين خسر الرسم نتاعو كيفاه يرسمو، ربي اللي يرسمو ماهوش كيما قالوا حاجه كيما نقولوا ما ترسم روحها، كلش باذن الله. هذا هو بنتي عندها شكل، يعني ثبت انه عندها شكل. نعطي لك ثلاث اقتراحات، كراوي، بيضاوي، ولا حلزوني. لا لا هي هي بيضاوي وتلقاها محلزنه كيما نقولوا احنا، فهمتي بنتي؟ في هذه هي يعني حلزوني. حلزوني يعني وين المجموعه تاع الكواكب، الشمس، القمر، عندها شكل. عندها ثبت انه عندها شكل. اه وشنو هو الشكل تاعها؟ شكل يقولوا اوفال، يقولوا اوفال بيضاوي. ماشي بيضاوي، كروي. ماشي كروي. بالنسبه لي يقولوا هكا، قالت هذيك قالت بيضاوي. شوف بيضاوي بصح عنده شكل كثر، يعني سفير برومبيا. شما سيت اون سفير برومبيا بالعربي، ما عرفتش كيفاش يقولوا. هي حلزوني. حلزوني ها، يعني جاي من حلزون وحلزون. هذونك هذه هي ماكش بعيد بزاف كامل. مجرة درب التبانة حلزوني. حلزوني يعطيك الصحة، يعني ثبت انه شكل مجرة درب التبانة حسب الصيف والشتاء، كيما تكون ظلمة وسما نهار والليل، كي تكون الشتاء تكون ظلمة، هذه حاجة ربي سبحانه. يعني هو شكل تاعها ما عندوش علاقة بهذا الشيء، ولكن في الفضاء هو يثبت انه حلزوني. وين كاين الكواكب، يعني الشمس والارض وال الفضاء الخارجي؟ مجرة لا جامي، والله جامي. مكان ما عندك حتى عندها شكل؟ لا لا مجرة. ما نعطي لك ثلاث اقتراحات، بيضاوي، كروي، ولا حلزوني. يعني هو العلماء ثبتوا انه عندها شكل واحد من هاد الثلاث اشكال، بيضاوي، حلزوني. حلزوني انا حلزوني نحيوه، خطر ما جاتني، شكون جاتني فكره ان شاء الله نكون منطقه بالك نكون سمعت بها. بيضاوي ولا كروي تقدر تكون وحده منهم، وانا نقول لك حلزوني. وقل ربي زدني علما. هذه هي، وهذا هو الهدف من البرنامج تاعنا، انه يعني اللي عنده معلومه ونساها نذكروه بها، واللي ما كانوش عنده معلومه نفيدوه بها، وحنا ولا ما عندناش معلومه انتم زيدوا تفيدونا بها. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله تجوز ان شاء الله يا ربي عدلوا قانون الاسره هذا وينحيوا الخلع، وحنا مجتمع اسلامي محافظ اسر. علاه قال لك تكاثر وتناسل التباهى بكم بالأمم إن شاء الله حبيب المصطفى. ونروح الفقرة الثالثة من البرنامج، عندنا لغز. داكو يقول لك وشنو هو حاجة اللي راهي تحت رجليك ولو كان نقطعوا راسها تولي في فمك، وشنو هي؟ حاجة تحت رجليك وما تقطع راسها تولي فمك. يقولوا تقطع راسها يعني هذا لغز، يعني كاين فخ. الله معليش واش كاين، سهل عليك واش كاين تحت رجلينا احنا، على واش نمشيو؟ على داك على رجلينا فا كوا، علاش نمشيو تحت رجلينا؟ واش كاين؟ القاعة. وثاني هذه هكذا وشنو هي؟ طريق. عطيك صحة. طريق. طريق كي نقطعوا راسها استاذ، واش قطعنا؟ ما قطعنا طريق، ما نحينا الطا. واش يبقى؟ طريق. نحيو الطا. طريق. طريق. هو يعني حاجه راهي تحت رجلينا وكان نقطعوا راسها تولي لنا في فمنا، هي الدم نتاع الانسان. فهمتي باني؟ ماشي الدم تاع الانسان. يبارك فيك. ماشي الدم تاع الانسان. نعم ماشي الدم تاع الانسان. واش كاين تحت رجلينا حنا دوكا؟ واش كاين؟ كاين هي تحت، هي الارض مثلا اللي نمشيو عليها. وثاني نقولوا لها الارض. وثاني والارض كيما نقولوا حنا هذه الطريقه على كل حال. الطريق كي نحو راسها اللي هو الطا يولي لنا ريق. يولي لنا ريق، الريق هو طراب. ها من هي من عينه. اي والله هذه هي. يعطيك السلام عليكم. ميرسي بوكو. واش هاد تكسيره راس هذه؟ واش كاين تحت رجلينا؟ صباح اللي نمشوا عليها، وعلى واش نمشوا حنا؟
هذه وشنو؟ طريق. الطريق. الطريق كينحو لها راسها هي الطا. وش يبقى لنا؟ طريق ليق. ليق 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 ماشي حاجة ناكلوها. نعم ماشي حاجة ناكلوها. هذا لغز. لغز. حاجة في فمنا. احنا واش كاين تحت رجلينا؟ عندنا تحت رجلينا كاين لغز. ايه؟ وثاني هذه وشنو؟ شنو هذه؟ الأرض. وثاني؟ الشماء. لا هذه وشنو هكا؟ ماشي الأرض. الطريق. كي نقطعوا راس الطريق واش يبقى لنا؟ ايه. شويه هذه شويه طريق يقعد طريق قطعي لها راسها طريق نقطع لها راسها تولي نحيطة وش يبقى لنا طريق نحيطة يبقى رد لا طريق نحي لها راسها نحي لها حرف الطاء طريق الأرض الطريق هكا كي نحو حرف الطاء وش يبقى لنا رد طريق ريق طريق لا ريق ريق يعطيك الصحة ريق نحو لها الطاء يبقى لنا ريق واللي هو يعني شماريق اللي يجي في فمنا ويعطيك الصحة حنونة ممكن نقطعوا راسها تولي في فمنا وهذا لغز لغز يعني فخ علينا مشية لا احنا على احنا فوق واش حاطين فوق الارض ايه هذه وشنو طريق كي الطريق نحو لها راسها وش يبقى لنا طريق لا طريق يعطيك الصحة وعنده يا هو اللي جابها هو الاولاني طريق معليش ناديها البنت اختي لينا فهمتي اللغز تاعنا يعني هو مجازيا كنقولوا نحو لها راسها نحيو حرف يبقى ريق طريق نحيو حرف طلع تبقى ريق هذه هي يعني الحصة تاعنا ترفيهية ثقافية ويعطيكم الصحة وبهذا مشاهدينا نكون لحقنا نهاية عدد اليوم إن شاء الله كنا خفاف عليكم وإن شاء الله تكونوا استفدتم معنا أنا ينقلكم سنوني في عدد قادم مع أسئلة ومواضيع أخرى سلام.